أعزائي مشاهدي الكوبتسات، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي حوار ورسالة. النهاردة الحقيقة يعني الحوار هيكون خاص بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والحوار هنحاول ان احنا نجيب لكم مفاجأة على الهواء مباشرة. هنتكلم عن لائحة 57 لاختيار قداسة البابا من لجنة ترشيحات ولجنة طعون وإعلان أسماء الناخبين، وأيضا الطعون اللي قدمت اتخذت ازاي بحيادية. طبعا في تصريحات كتيرة قوي حوالين لائحة 57 ومدى انها ما عدلتش وعدلت وليه لم يتم تعديلها. الكلام ده كله هنناقشه النهاردة في حوار ورسالة. وأيضا اللجنة أو الحوار حول الدستور المصري، لأن الكلام حواليه قليل اليومين دول، والتعتيم الإعلامي عليه مش عارفين هل الدستور فعلا أعد من قبل ولا بيناقش بجدية، وهل ممثل الكنيسة كافيين لإيقاف أي حاجة ممكن تخلي الدستور لدولة دينية. كل ده هنناقشه مع ضيوف حلقة النهاردة. وأيضا كمان هنناقش التأكيد على إعلان أن الدولة مدنية من كلمة الرئيس محمد مرسي. قال أن الدولة لا يمكن أن تكون عسكرية أو دينية، رغم أن هو جاي من خلفية دينية، خلفية الإخوان. وده هل التصريح ده فعلا هو بيقوله لأن دي مصر كده مدنية، حتى لو كان طيار ديني هو اللي اعتلى رئاسة الجمهورية، أو أن هو بيقوله للتهدئة والطمأنينة. كمان هنتعرض لموضوع مفوضية شؤون اللاجئين وما أثير من ضجة إعلامية حول تهجير الأقباط إلى هولندا، وأن البرلمان الهولندي وافق على أنه يستقبل الأقباط. وهل الموضوع سهل؟ وهل الموضوع مرتبط أن أي حد يروح للسفارة الهولندية في مصر؟ إحنا هنلقي الضوء الصحيح على هذا الخبر، لأنه مفوضية شؤون اللاجئين للعالم كله لمن يضطهد سواء من مصر أو من أي دولة تانية، وأن يكون مثبت اضطهاده بأوراق رسمية، أو على الأقل أن تكون في جمعية حقوق إنسان في هذه البلد بتديله شهادة أن هذا الإنسان مضطهد، سواء كان مصري مسيحيا أو مسلما. يعني مفوضية شؤون اللاجئين دي ما بتحددش ديانة، ما بتحددش أصل أو عرق، بتحدد كل ما هو مضطهد. كون ان اثير الجدل حوالين ان في اقباط هيهاجروا من مصر، وما اعتقدش ان هولندا ممكن تسع ملايين الاقباط، لان هي تعدادها مثلا ربع تعداد الاقباط مثلا، او هنقول نص تعداد الاقباط، فمش ممكن دولة هتجيب كل التعداد ده ومش عاملة حسابها، لكن ممكن تجيب الحالات اللي بتضطهد. ودي مش من مصر بس، يمكن ألقي الضوء أخيرا على الأقباط في مصر، نظرا إلى أن الإعلام نفسه العالمي، ما بقولش الإعلام المصري، بيوضح حقائق، وهي منها التهجير الجماعي زي اللي حصل في البدرشين، و يعني قضايا القتل ضد الأقباط، وأن ما فيش حد بيحاكم فيها. طبعا شفنا في مزبيرو المذبحة اللي تعرض ليها شباب الأقباط لمجرد أنهم بيطالبوا بحقوقهم، ودي برضو لم يحاكم فيها حتى العساكر اللي دهسوا الناس بالمدرعات. فطبعا الحاجات دي واصلة للإعلام العالمي، وليس متعاطفا مع الأقباط بشكل خاص، ولكن هو تعاطفا مع حقوق الإنسان بشكل عام على مستوى العالم، وكل بيعبر عنه في الدول الحرة زي هولندا ومفوضية الاتحاد الأوروبي وأمريكا وكندا واستراليا، بيعبروا عنهم بقوانينهم ولوائحهم اللي بتتفق مع حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. هنتعرض للموضوع ده برضو وهنلقي الضوء عليه. كمان في يعني شوية حاجات كده حصلت في الأخبار اللي شفناها في خلال الأسبوع اللي فات، ويمكن التعليقات فيها كان
الخوض في عرض الفنانين برغم إذا كنت مختلف أو متفق مع المنظر المصور في الفيلم، ولكن تدين الفن بهذه الطريقة، هل فعلا أن الدين هيخش في الفن ويبتدي يقضي عليه أو يحد منه أو يحد من حريته؟ دي برضو هنحاول إن احنا لو في وقت من البرنامج هنتعرض ليها، وأيضا المظاهر المختلفة للمسؤولين الآن وعلى شاشات التلفزيون وصور الجرائد الصحفية وعلى الإنترنت، إن مثلا زي محافظ كفر الشيخ اللي نزل بالجلابية واعتبارها زيا رسميا للمحافظ، ودي علامة استفهام هنلقي الضوء برضو عليها إن سمح الوقت. بنحاول إن احنا نتصل بالأستاذة جورجيت إليني. أخبار الاتصال إيه؟ لسه. طب هنتعرض للائحة 57 واختيار قداسة البابا. اللائحة دي جه بيها قداسة البابا شنودة الثالث ربنا ينيح روحه، جيب باللائحة دي وكان أسقف التعليم، يعني كان قداسة البابا شنودة قبل ما يبقى بابا الأسكندرية، بناء تم اختياره على هذه اللائحة وكان أسقفا للتعليم. هو صحيح أسقف عام، ما كانش أسقف على إبرشية معينة أو على مذبح معين زي ما دلوقتي في أساقفة مترشحين على يعني زي الأنبا بشوي مثلا، هو أسقف دمياط والبراري، هو مطران مش أسقف، أسقف دمياط ودير ست دميانة بالبراري، ولكن في ناس رشحوه. هل الأسقف هو بيرشح نفسه ولا في لجنة ترشيحات هي اللي بترشح، وعددهم يبقوا كام، ولازم هل يتوافر العدد ده، وهل في طعون مقدمة في الترشيحات أخذ بيها واستبعد ناس أو لا؟ كل ده هنشوفه معانا في الحوار اللي هنجريه مع هذه الحلقة إن أمكننا الاتصال. أنا عارف إن الاتصالات صعبة اليومين دول، لكن مش عارف إذا كنا ممكن نوفق في إن احنا نتصل بالناس اللي ممكن تدلنا على لائحة 57 وإيه وجه الاعتراض عليها. وعلى فكرة يعني اللي أنا عايز أقوله وطمئن كل السادة المشاهدين سواء كانوا مسيحيين مهتمين بالشأن اختيار قداسة البابا أو غير مسيحيين أيضا مهتمين بشأن اختيار قداسة البابا القادم، اللي أنا عايز أقول إن كل اللي بيختاروا منهم هم كواكب في البرية. هو في شروط لا يمكن التنازل عنها، وهي أن يكون راهبا وأن يكون أمضى على رهبنته 15 سنة في حين خلو الكرسي البابوي، يعني من ساعة تنيح قداسة البابا شنودة الثالث في هذا اليوم لازم يكون قبليها ب 15 سنة هو مرسوم راهب أو متصلي عليه صلاة الرهبان، أو أسقف عام زي ما شفنا، أو أسقف برشية أو مطران زي برضو ما شفنا. لائحة 57 لا تمنع هذا. إيه اللي منع اللائحة أنها تتغير؟ يمكن في البيان الأخير اللي قاله الأنبا بولا، وده كان واضح جدا على برامج تلفزيونية وحوارية مشهورة في مصر، وقال إن أولا مجلس الشعب لم يستمر طويلا حتى نقدم اللائحة، ولو قدمنا اللائحة وإن احنا نبتدي نغيرها ومجلس الشعب مش موجود دلوقتي، فإحنا هنضطر ان احنا ممكن ننتظر سنوات وسنوات حتى يتم تغيير اللائحة طالما مشينا قدما في هذا الإطار. لكن لابد الاختيار الآن على لائحة 57 وأن يجرى التغييرات، أو على الثلاثة اللي هتجرى عليهم القرعة الهيكلية، والقرعة الهيكلية لسه ما زالت مستمرة، فالقرعة الهيكلية دي هي اللي هتحدد في الآخر هو الاختيار الإلهي هنا، لأنه بيطلبوا مشورة ربنا مين من الثلاثة الأخر اللي بيصفوا في الآخر أو اللي بيقع عليهم الاختيار من لجان الناخبين. ثلاثة بيخشوا القرعة الهيكلية، بيقام قداس
ويتحط صندوق قدام الكل ظاهر، وحتى أجهزة الإعلام طبعا هتبقى حاضرة في هذا الوقت، والصندوق ده فيه ورقة هتبقى بنفس الحجم، هيبقى مكتوب عليهم أسماء التلاتة وتفرد أمام الكاميرات وأمام الناس، وبعدين تتحط في الصندوق ويؤتى بأصغر شماس أو طفل صغير يكون حاضر الصلاة مغمض العينين أو بيخبوا عينيه، يعني مش بيخبوا عينيه يعني بيغموه، ويقولوا له اختار ورقة من التلاتة بعد ما يكون الصندوق اترج، وبيختار الورقة من التلاتة، وده بيبقى اختيار ربنا في الآخر. لكن التلاتة اللي بيوصلوا في الآخر كان لازم ليهم شروط، قلنا من ضمن الشروط ان هو لابد ان يكون امضى 15 سنة في الرهبنة، لابد ان يكون طبعا يعني حاجة ما عليهوش لا جنحة ولا جناية، ودي طبعا يعني دي ما فيش حد بيتعين في الكنيسة في الخدمة الكنسية بيكون ان هو حتى في شبهة على ان هو يكون متهم في حاجة. كمان الناخبين نفسهم، اختيار الناخبين بعناية ودقة، وان يوصل عددهم يمكن المرة دي عددهم هيبقى اكبر شوية من عدد اللجنة في سنة 71 حين اختيار قداسة البابا شنودة الثالث، ربنا ينيح روحه. العدد هيبقى مش قليل، والعدد هيبقى من مصر وخارج مصر، وبرضو الأعداد هنا يمكن حسب الكنائس وعددها ابتدت تختار الأعداد بالمثل في الإبرشيات. المهم شكل الإبرشية، في أسقف، في كهنة، في كنائس، مجموعة مستقلة، مش مستقلة بذاتها ولكن هي كيان إداري بيسمى البطريركية أو الإبرشية. الإبرشية هنا بتمثل بعدد في لائحة 57، لكن في إبرشيات استحدثت ما كانتش موجودة سنة 57 ولذلك اللائحة ما ضمتهمش، لكن سيؤخذ بالعدد والتكتل الصوتي بعدد الكنائس المجملة. وأعتقد إن هم عملوا أمريكا زي معاملة القاهرة اللي هي من غير إبرشيات، لكن الإبرشيات يعني مثلا الإسكندرية 24 والقاهرة 72 من الإجمالي العدد الناخبين، فهيتاخد بالمثل بعدد الكنائس هكذا، وأيضا طنطا وكل محافظات مصر، وكنيسة الكنيسة الأرثوذكسية في دول الاتحاد الأوروبي وفي أمريكا وفي أستراليا وفي كندا وأمريكا اللاتينية، فدي تابعة للكنيسة الأرثوذكسية والقائم على الخدمة هناك هم مصريين أرثوذكس، ولا بد أن يؤخذ برأيهم في انتخاب قداسة البابا القادم. كمان في إعلان أسماء الناخبين كان في جدل دائر حوالين إعلان أسماء الناخبين حول عددهم كام وهل بيتم اختيارهم عن طريق مين. طبعا أعتقد أن بيتم اختيارهم عن طريق الكنيسة، وأنه لابد أن يكون متردد على الكنيسة ويكون الشهادة بتاعته انه راجل من الكنيسة نفسها وما يكونش عليه اي لوم وعليه اي مشاكل. ولكن هل الاسماء الغير معلنة دي للفرد العادي اللي هو مش متابع الحياة الكنسية هتبقى سهلة؟ لا مش هتبقى سهلة، لازم يسأل ويدور لو الموضوع يهمه، او الموضوع ما يهموش يبقى هو بيعلم عنه لمجرد انه يخبر بيه وخلاص. لكن طبعا المهتمين بالشأن بهذا الشأن يهمهم جدا أسماء الناخبين، وأيضا في لجان طعون على الناخبين. لجان الطعون على الناخبين دي يعني هو أي واحد ممكن يقدم طعن على الناخب، يعني يقول فلان ده ما ينفعش إن هو ينتخب البابا لأنه عليه كذا وكذا وكذا، لا مش أي حد، لازم الكنيسة نفسها تاخد علم اللي هي تابعة للناخب نفسه، وممكن أن يقدم الشكوى في حقه في الإبرشية اللي تابع ليها عن طريق الإبرشية. لو اقتنعت بالطعن فتقدمه للجنة الطعون، ما اقتنعتش بالطعن يبقى هو في المهد كده ايه كلام اي كلام من غير مستند وما ينفعش ان هو يتقال، لكن لو كلام قوي بدليل اعلامي فممكن ان يؤخذ مأخذ الحيادية من قبل لجنة الطعون، وان يواجه هذا الشخص الناخب بهذا الطعن حتى يتأكدوا فعلا من انه الطعن ده ليس له اي اساس من الصحة، او يثبت صحته ويستبعد الناخب. كمان الناخبين لو انت ليك اعتراض على ناخب معين
حاول تقنع ناخب تاني تكون عارفه. طبعا الكلام ده مش هيبقى لكل العامة، لان مجرد انك انت تعرف الناخبين لازم تبقى جوه الكنيسة وتبقى فاهم ايه اللي بيحصل، وتبقى على علاقة ودراية حتى باقرب ناخب ليك اللي هو في الإبرشية بتاعتك. اقنع الناخب ده بوجهة نظرك وبمستندك بالحجة بتاعتك بالطعن، واذا كان جدي فعلا الناخب ده هياخده ويحوله لجنة الطعون، لانه من حقه ان هو يحوله لجنة الطعون، فانت بتأكده الاول. ودي عملية مش معقدة، هي سهلة، ولكن لو ابيحت على مطلقها اعتقد ان ممكن اختيار البابا يقعد سنين، لان هتبقى العملية انتخابات عامة، ودي ما هوش مركز سياسي، هو مركز ديني لقيادة الكنيسة. وحتى الترشيحات لازم تبقى محدودة جدا من بعض الأسماء، شفناها احنا 17 وهيعلن عن هتصفي على 7 أو 5، وبعدين يخشوا الانتخابات يختار منهم 3. يعني اللي هينتخب 3 أسماء، سواء الناخبين دول عددهم 3000 أو 3200 أو 3400 على حسب ما يزيدوا أو يقلوا حسب الطعون المقدمة واستبعاد الناخبين. لكن في الآخر بيقرر عدد الناخبين كام، وبيعلن عن الأسماء، وفي الآخر خالص بيتم الانتخابات على أساس أن ما يتعلمش علامة صح بس قدام الاسم. لا، نيافة الأنبا بولا قال أنه هيشطب على الاسم المستبعد، يعني هو عنده 7 أسماء أو 5 أسماء وهو بينتخب، أو أيا كان العدد، يعني ممكن يبقى 17 هم اللي بيجروا عليهم الانتخابات، يجي على الفلان الفلاني من غير أسماء يقول أنا مش عايز ده ومش عايز ده ومش عايز ده، ويخلي 3 بس هم اللي واضحين في الصورة، بحيث إن ما يبقاش فيه لبس من علامة صح أو غلط على الأسماء، فبتبقى لا جدال عليها، الورقة تماما صحيحة. ومع ذلك في ممكن برضو يحصل أخطاء، والورقة اللي ما بتبقاش فيها مش سامع قوي من الكنترول. معانا على الهواء سيادة المستشار الأستاذ ممدوح نخلة، رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان. بنرحب بيك سيادة المستشار. مرحب بيك يا أستاذ عادل، ومرحب بقناتك وبرنامجك الجميل المحترم. ربنا يخليك. احنا كنا بنوعي الناس عن لائحة 57، وان دي حاجة برضو تخص الكنيسة والشأن القبطي، ولان الاعلام دلوقتي مطلق الحرية ان هو يجيب اي موضوع ويتناقش فيه، لكن احنا بنحدد في لائحة 57 كيف تم اختيار قداسة البابا شنودة الثالث وهو اسقفا، فليس من العيب ان يترشح اساقفة لهذا المنصب. حضرتك شايف موضوع لائحة 57، هل قصور اللائحة في بعض حاجات هتؤدي في الآخر إلى أن الاختيار يبقى غير قانوني، ولا المشي على لائحة 57 هي اللي هتخلينا أن احنا بنمشي قانونيين إلى النهاية؟ طبعا الحقيقة أن لائحة 57 فيها العديد من القصور. على سبيل المثال، مثلا نهاية الناخبين حددتها في بعض الطوائف، مثلا لازم يكون محامي او طبيب او عضو مجلس الشعب السابق او حالي او وزير سابق او حالي، او من رجال الاعيان اللي تجاوز نوم السنوي فوق ال 250 جنيه او بيدفع ضريبه سنويه 50 جنيه وما الى ذلك من اختيارات ليست لها معايير دقيقه. وبالتالي في ال 15 مليون قبطي طبقا للائحه 57 لن ينجو منهم سوى 3400 شخص فقط، من بين 15 مليون هم انطبقت عليهم شروط الناخبين. وبالتالي فهذه صفوه دقيقه جدا، ورغم ذلك هذه الصفوه ايضا لا تتوافق فيها المعايير المفروضه ان تكون للناخب، يعني مثلا ما قالش يكون من رجال الكليروس ولا يكون من رجال العلمانيين، ولكن بشروط معينه، والشروط اللي حطها المشرع 57 هي شروط ماليه فقط. وكان ينبغي طبعا لو هو عايز يخلي المنتخبين صفه الرجال الاطباق، كان يخليهم مثلا من ادوا خدمات جاليه للكنيسه، شبه مسه الكنيسه مثلا يعني، ولكن هو حط معيار مالي ومعيار ادبي او معيار تعليمي فقط. تمام. الناحيه الاخرى من ناحيه القصور، هو قال لك ان يتم تصفيه المرشحين الى من 5 إلى 7، ما قالش 5 أو 7، قال من 5 إلى 7، ولازم يكون عدد يعني بتاع عدد واتش يكون يعني عدد فردي، يا 5 يا 7 بس هم المرشحين، بغض النظر عن عدد اللي ترشحهم.
ويتم استبعاد الزياده. وايه كيفيه استبعاد؟ كان قال لك اكثر التفكيات واكثر الناس المشهود لها بحسن سير السلوك. فاعطى اللجنه المشرفه على الانتخابات سلطه تقديريه في تصفيه اعداد المرشحين. من لو قلنا مثلا 20 او 30 مرشح هيصفوا على 5 أو 7 فقط، وطبعا ديت سلطه تقديريه غير مباشره نديها للجنه الانتخابات. ال7 و5 بعد كده المرحله الثالثه بيتم انتخاب واحد فقط منهم، المرشح بيعلم عليه، واعلى ثلاث شخصيات حصلوا على اصوات بيتم طبعا القرعه بينهم. وبالتالي ايضا فكل هذه العمليه الحقيقه لا تتفق مع النزاهه الديمقراطيه او مع المعايير الدوليه للانتخابات، اي انتخابات طبعا. خلينا نقول يعني بايا كانت شكل العمليه الانتخابيه سواء كانت تتفق او لا تتفق مع المعايير، لكن احنا امام قصور شديد في المعايير الموضوعه لا تتفق لا مع معايير دوليه ولا مع معايير دينيه اصلا. يعني انا في وجهه نظري كان عمليه انتخابيه تبقى متروكه فقط لرجال الكليروس زي بره الفاتيكان، من ينتخبه مجمع القرابيره فقط. او على لجميع الاقباط، لكن هو يختار صفه من الاقباط والمعيار الوحيد هو المعيار المالي والمعيار التعليمي، بغض النظر عن ان هو بيروح الكنيسه او ما بيروحش، او ممكن يكون ما يعرفش باب الكنيسه اصلا. فدي يعني شيء يعني جدا حقيقه يعني يعتبر قصور شديد في هذه اللائحه. على اي حال يعني الانتخابات بالفعل سوف تجرى خلال شهر نوفمبر القادم، وبالفعل سوف يتم تصفيه المرشحين من 17 مرشح الى 7 أو 5 زي ما قالت اللائحه. ال 57 هي كتاب الحرف الواحد، يتم تصفيه الناخبين من 5 إلى 7 ويستبعد من هم اقل التزكيات اللي حصلوا على اقل التزكيات او الغير مشهود لهم بحسن السير والسلوك، او يعني ايه من ناحيه التقديريه اللجنه اللي هي تراهم يعني اقل المرشحين التزاما يعني. بس هو في شروط للترشيح يا استاذ ممدوح معايا، يعني 15 سنه راهب، ان يكون متمتع بحسن السير والسلوك والخدمه، انه يترشح من 6 أساقفة على الاقل. فاعتقد ان انسان هيبقى حائز على ثقة 6 أساقفة بست ابرشيات. اعتقد لجنة الترشيح هي اللجنة الوحيدة اللي بيبقى عليها عبء المسؤولية كاملة حتى في الترشيح، لان هو كيف لم تأتي به لجنة الترشيح ان ينتخب ويصبح بابا؟ لازم يعدي الاول على لجنة الترشيحات. فلجنة الترشيح هي اخطرهم، اخطرهم فعلا. فالتدقيق في الترشيح هو اللي بيخلي المسألة اسهل في الاجراءات اللي بعد كده. وحضرتك عارف ان تم اختيار 15 او 17 كلهم من الكواكب في البرية، بغض النظر لو في حاجة موجودة على أي حد بتقدم الطعون، ودي لجنة الطعون الثانية عن طريق الناخبين اللي موجودين، أو أن أنت بيكون ليك ناخب من داخل الناخبين نفسهم. لو أنت حتى حضرتك مش ناخب ممكن تقدم الطعن عن طريق هذا الناخب بأن تقنعه إذا كان لديك مستندات أو لديك موضوع هام لابد أن يعلم عنه، لأن الموضوع ما هوش انتخاب لمنصب سياسي او لمنصب اداري فقط، ولكنه هو منصب روحي لقيادة الكنيسة. وفي الاخر خالص القرعة الهيكلية موجودة بين الثلاثة، وربنا بيختار من الثلاثة. لكن أيوة. احنا بنمهد الاول نقول يا رب ان دول احسن ثلاثة خدوا ثقة من اللي موجودين، وفي الاخر خالص بتجرى قداس الهي والصلاة، والثلاثة بيبقى اختيار الهي فعلا، لان طفل صغير بيبقى مغمض يعني مغميين عينيه بمنديل، وهو اللي في الاخر بيتم التقاط ورقه البابا القادم. صحيح. يعني اللي انا عايز اقوله ان عايز سؤال هنا، لائحه 57 او اي لائحه او اي لائحه مستقبليه هي في الاخر احنا بنختار من مجموعه محدده، فانا عايز اطمن الشعب القبطي حتى لو في قصور في اللائحه، ولكن الاختيار في الاخر برضه هيبقى بتدخل من الله نفسه. حضرتك ممكن تعلق لنا على الجزئيه دي؟ طبعا. في النهايه زي ما حضرتك تفضلت وقلت، هي انتخابات ليست رئاسه الجمهوريه او رئاسه الحكومه، ولكن هي انتخابات دينيه، فبالتالي بيكون لها يعني معايير اخرى في الانتخابات. دي حاجه حقيقيه، وبيتدخل فيها القرعه الهيكليه، دي حاجه طبعا ثابته ومعروفه. وهذه اللائحه ايضا
يعني فاز بها كل من قداسة البابا كيرلس الثالث وكان رجل عظيم في قداسته، وقداسة البابا شنودة الثالث وأيضا رجل يعني لا يختلف عليه اثنان من حيث قداسته ومن حيث حكمته. فإذا اللائحة 57 لم تأتي بأشخاص غير مرغوب فيها، بالفعل على نفس الطريقة التي صار عليها لائحة 57 وتم انتخاب بها كلا من الزيارك اللي هو البابا كيرلس والبابا شنودة. لكن اللي أنا يمكن عايز اقول في نقطه اللي هي ايه ابعاد المرشحين، هو 17 مرشح الحقيقه كلهم مشهود لهم بالكفاءه والحكمه وحسن السير والسلوك، لكن تقليصهم من 17 الى 7 ربما يتم استبعاد 10 شخصيات الشعب يعني كان يرضى عنها، ولكن اللجنه المشرفه على الانتخابات هي لها سلطه تقديريه في استبعاد هؤلاء العشره. ايه المعايير اللي يتم بها الاستبعاد؟ قال لك يعني ياخدوا اعلى 7 تزكيات او اكثر 7 مشهود له بحسن السير والسلوك والاستقامة وما الى ذلك. فممكن يتم استبعاد 10 من ال 17 دول رغم انهم متوافر فيها هذه الشروط هم حسن السير والسلوك والتزكيات العاليه، وممكن ان يكون شخص حصل على 10 تزكيات والشخص الاخر حصل على الحد الادنى وست تزكيات فيتم استبعاد من حصل على 10 ويبقى على 6. هذا اللي احنا بنقول يعني ربما يكون في بعض القصور الموجود اللائحه ان هو اعطى سلطه للجنه تستبعد شخصيات بغض النظر عن حصولها على تزكيه عاليه او اقل، لكن قال لك يكون مشهود لهم بحسن السير والسلوك والاستقامه في العقيده وعدم الهوى الى اخره. لكن في النهايه نحن امام انتخابات يتدخل فيها العنوان اللي هي بقدر كبير جدا، ويمكن بابا شنودة كان ترتيبه الثالث في الانتخابات ولم يكن الاول، رغم ذلك فاز بالقرعه الهيكليه. يعني اذا الامر لا يتطلب مجرد شعبيه فقط، ولكن هناك اراده الهيه هي التي تحسم الموضوع في النهايه. واحنا بنقول ان قداسه البابا شنودة كان حاصل على اعلى الاصوات كمان، يعني ما كانش الصوت رقم 3 مثلا في حصوله على اصوات، لا هو كان رقم 1 في حصوله على اصوات الترشيحات والانتخاب ايضا، وهو اللي تم اختياره. معلش يا استاذ عادل، هو كان الانبا طويل ثم البابا شنودة ثم الانبا غرغوريوس، يعني كان ترتيب البابا الثاني الاكثر. الثاني مش الاول. نعم نعم. هو الانبا طويل اللي هو تم يعني استشهاده في 6 اكتوبر هو اللي حصل على الاصوات. طب هو دلوقتي الترشيحات هنا دلوقتي او الانتخاب هيبقى صوت واحد؟ يعني هيختار واحد بس ولا هيختار 3؟ لا واحد فقط، واعلى 3 اصوات، اعلى 3 ترشيحات او 3 اساقفه حصلوا على اعلى الاصوات سيتم القرعه بينهم، بمعنى ان هناك 4 سيتم استبعادهم بعد اجراء الانتخابات. فلو مثلا قلنا ان مثلا المرشح الاول حصل على 1000 صوت سنه 900 ثم 800 مثلا وما الى ذلك يعني، فاعلى 3 مرشحين حصلوا على الاصوات سيتم المفاضله بينهم بالقرعه الهيكليه. وسيتم استبعاد 4 نهائيا من دخول القرعه. ويمكن ان يكون المرشح الثالث هو الذي يفوز بالقرعه بغض النظر عن اصواته يعني. طريقه الانتخاب الاوليه هل هيتم اختيار 5 أو 7 من ضمن الاسماء المعلنه ولا هيختار يعني انا برضو دي مش فاهمها، هل هيختار واحد بس من ال 17 اسم الموجودين؟ هم في حاليا نعم 17 مرشح، هيتم استبعاد 10 مرشحين. هيتم استبعادهم ازاي من غير انتخاب؟ مش لازم ينتخبوا الاول؟ نعم مش لازم يبقى الناخبين هيبقوا موجودين وهم اللي هيقرروا اعلى الاصوات هتبقى الـ7 او 5 الاول؟ لا اللي بيقرر الهيئه المشرفه على الانتخابات اللي هو الامن بخمس والامن بولا معاهم والامن بطرس اللي هي اللجنه المشرفه على الانتخابات هي اللي تقرر استبعاد 10. وهم اللائحه قال ان هم بياخدوا اعلى التزكيات، لان دي مثلا من الاساقفه حصل على 10 او 11 تزكيه، وفي هناك من حصل على 20 تزكيه، وهناك من حصل على الحد الادنى 6 تزكيات فقط. فالمفروض تبقى اللائحه بياخدوا اعلى 7 او 7 مرشحين حصلوا على اعلى تزكيات، ولكن يجوز ان ياخدوا واحد اقل اذا كان مشهودا له بحسن السير والسلوك والحفاظ على العقيده واكثر تفقها، فبالتالي بيعملوا لهم ما يشبه اختبار او امتحان للمرشحين ال 17. ده الجبرة يعني من ناحية العملية. بيتم استبعاد 10 أشخاص يعني بحسب العرف إن اللي هم أقل تزكية من حصل على 6 تزكيات فقط مثلا، يعني لو افترضنا إن أحد أساقفة حصل على 30 تزكية أو 20 تزكية من المجمع المقدس فقد بيكون الأولوية في دخول السباق النهائي في الانتخابات. يعني اللجنة المشرفة على الانتخابات هي اللي لها الفصل في استبعاد 10 مرشحين.
تمام، يعني مش لجنة الطعون هي اللي بتقوم بالاستبعاد، هي اللجنة العامة بتقول على أعلى 7 تسكيات هم اللي هيخشوا الانتخابات يعني. صحيح، هو يقول طبعا باستثناء واحد حط على تزكية عالية، ولكن يعني ممكن في الاختبار أو في المقابلة التي يتم المقابلة معهم يتم استبعاده، لأن اللائحة برضو قالت يكون حسن السير والسلوك ويكون محافظا على العقيدة ويكون متفقها في الأمور اللاهوتية، فده أحد المعايير أيضا، فيمكن يعني أن يحدث هذا. لكن بقول لحضرتك يعني جرى العرف أن بياخدوا أعلى 7 تزكيات من المرشحين. تمام، أعلى 7 تزكيات بيخشوا على الانتخابات، لكن لجنة الطعون الخاصة بالناخبين بتمشي إزاي؟ يعني إزاي أنا أقدم طعن وأنا مواطن عادي؟ هقول لحضرتك، أيوه، من حق أي شخص قبطي أن يقدم طعن في الناخبين، في هيئة الناخبين وليس في المرشحين. تمام، بمعنى يقول إن هذا الشخص مثلا ليس من أرقام الكنيسة، إن هذا الشخص مثلا غير حاصل على المؤهل العالي، او ان دخله سنه يقل عن 250 جنيه ده فرض نظر يعني، او ان هذا الشخص غير مشهود له خطوه، كل هذه الامور، او انه ليس ايضا في مجلس الشعب الحالي او السابق، او غير ليس من رؤساء الصحف القبطيه، او ليس من رؤساء الجمعيات اللي هي اللي حرصت عليهم على سبيل الحصر، يكون يعني احد الوزراء السابقين او الحاليين او اعضاء مجلس الشعب او الشورى او رؤساء الصحف القبطيه، أو إنه من أعيان البلد يكون يدفع ضريبة تقل عن 50 جنيه سنوياً، أو دخل السنة ما يقلش عن 250 جنيه، أو يمتلك عقارات وما إلى ذلك من هذه اللائحة. فإذا كان أحد الأشخاص مقيد بلجنة الناخبين دون أن يكون من فوق هذه الشروط، من حق أي قبطي أن يطعن على قيد اسمه أمام لجنة الطعون. وتقفل فيه خلال 3 أيام من تاريخ تقديم الطعن، ثم بعد ذلك تعلن الأسماء النهائية. وحتى الان يعني كما علمنا ان هناك حوالي 3600 شخص مقيدين، يمكن طبعا ان يتم استبعاد مثلا 50 او 60 شخص لم تتوفر فيهم الشروط مثلا يعني. ولكن ايضا اقول لحضرتك ان في الانتخابات السابقه لم يتم استبعاد يعني احد منهم. تمام. هيتم الانتخاب بين 7 او 5، هم هيبقوا 7 اعتقد ان هم هيبقوا المره دي 7. نعم، يعني هيبقى تصفيتهم على 3 مرشحين. هيعلن اسماء 7 ولا هيعلن اسماء 3؟ لا، هيعلن اسماء 7 في البدايه، هيعلن حتى يعلم الشعب القبطي نعم من الذي يجري عليه الانتخابات، يتم اعلان في الجرائد الرسميه اليوميه كمان. تمام، هو اعلن عن 17 مرشح، يعني هو اعلن رسميا عن 17 مرشح حتى هذه اللحظه، واعلن عنهم في الجرائد الرسميه، وكمان هيعلن عن 7. طيب، بعد ذلك عن اسماء المرشحين واسماء المستبعدين، وبعد اجراء الانتخابات تعلن برضو تعلن اللجنه المشرفه عن الثلاثه الذين فازوا بكل الاصوات، ثم بعد ذلك تجري القرعه الهيكليه في اليوم التالي لاختيار المرشح، ثم بعد ذلك يصدر قرار جمهوري بتعيين الشخص الذي اجريت عليه القرعه الهيكليه. هل لما يجوز رئيس الجمهوريه، يعني لحظه بقول لك، هنا لا يجوز رئيس الجمهوريه ان يفاضل بين المرشحين، فهو يختار القرار الجمهوري في التصديق على من اجريت عليه القرعه الهيكليه دون ان يكون له الحق في الاعتراض على هذه القرعه. تمام، تفضل. هو في سؤال، بس قبل السؤال في مداخله، ناخد المداخله معانا الاستاذ جورج. الو، مساء الخير يا استاذ جورج. الو استاذ جورج معانا؟ الو، ايوه، مساء الخير يا استاذ عادل. اهلا، مساء الخير يا فندم. انا بشكر حضرتك على البرنامج الجميل دوت، وبشكر الاستاذ المستشار ممدوح نخله على التوضيح اللي قاله، بس اسمح لي حضرتك بس احب احط حبه اضافات. اتفضل. في نقطه هعقب عليها بالنسبه لاعتراض الناخبين على بعضهم البعض. الاستاذ ممدوح كان قال ان من حق اي قبطي لو شاف واحد من الناخبين اللي هم هينتخبوا عليه بعض الملاحظات فبيقدم شكوى عن استبعاده. الانبا بولا كان طلع على الهواء والانبا مرقص قبل منه، وكانوا قالوا شروط استبعاد الناخبين ده بيتم من الناخبين بعضهم لبعض. يعني على سبيل المثال، انا مش عايز اقول رقم دقيق، لو في 3000 واحد ليهم حق الانتخاب اللي هم بينتخبوا المرشحين، دولت لوحدهم هم اللي يعملوا الطعن ضد بعضهم، وانا واحد خارجي ماليش حق انتخاب، بس قبطي من حقي اكلم واحد من الناخبين اللي بينتخبوا ياخد الطعن باسمي او بالنيابه عني
ويقدمه في الشخص ده، مش تكلمه ده انت تقنعه بوجهة نظرك في الطعن ويقتنع بيها تماما ويبتدي ينقل وجهة نظرك للجنة الطعون. اكلمه اقنعه اديله طلب اكتبه له احطه له على عرض حال دمغه، دي تمام. النقطه ان انا بوصل له الرساله وهو بيوصلها، انا مش من حقي اوصل الرساله دي. تمام. السؤال اللي حضرتك سالته قلت يا ترى هم في الاخر بينتخبوا واحد ولا بينتخبوا اكتر من واحد بالنسبه للمرشحين اللي هي في اخر مرحله اللي هي قبل الاخير قبل القرعه الهيكليه دي، حضرتك حصل فيها لغط وفي كتير مننا مش فاهمينها، لان في تصريح طلع بالصوت والصوره على الهواء مباشره للانبا بولا الاسبوع اللي فات مع احد البرامج التلفزيونيه المصريه، بيقول ثلاثه ان وقال التصريح ده طلع في المقال البباوي كمان، وقال فيه لو وصلنا للاخر الى سبع افراد سبع مرشحين في النهايه بشطب رايح جاي بالقلم على اربعه وبخلي ثلاثه. تمام. ده قالها بهذا النص، معناها ايه؟ ان القياده الكنسيه عايزه توصل ثلاثه للقرعه الهيكليه من غير مين الاول ومين الثاني ومين الثالث. تمام. لا هو مش هادي النقطه، النقطه انا عايز اخلي المرشحين اللي هم حوالي 2500 ناخبين ينتخبوا ثلاث مرات. معناها ايه دي كمان؟ معناها ان انا عايز مجموعه معينه من الاسامي توصل لثلاث مرات للمرحله النهائيه. لا تاني النقطه دي معلش يا استاذ جورج، انا عايز افهم الاستفسار ده يعني ايه مجموعه معينه. اوكي، الاستفسار كالاتي عشان بس نكون واضحين وكلير. قبل ما نكون واضحين وكلير، كلمه اللائحه طلع تصريح رسمي من قياده الكنيسه على الفضائيات المصريه بالصوت والصوره وقالوا ان احنا ما نقدرش كنا نغير اللائحه لان مجلس الشعب اللي موجود مجلس الشعب اخواني ممكن يعمل لنا مشاكل او ما كانش في مجلس الشعب يعمل لنا مشاكل. كلمه لائحه في حد ذاتها دي مش قانون عشان بروح دي مجلس الشعب. لائحه في حد ذاتها يعني معناها ايه؟ تنظيم للوائح وضوابط وشروط داخليه لعمل المؤسسه او الهيئه. تمام. الضوابط والشروط والقرارات اللي بتتم لتنظيم عمل الهيئه بياخد الموافقه عليها النهائيه من رئيس الهيئه المباشر اللي هو البطرك بتاعها او الاسقف او لو ما كانش موجود اللي بيحل محله في الوقت ده القائم مقام، وبتعتمد من الرئيس الاعلى اللي هو من رئيس الجمهوريه. تمام. يبقى انا ما بروحش باللائحه دي لمجلس الشعب نهائي. لا بس هي اعتمدت لائحه 57 معتمده من مجلس الامه. لا معتمد من مجلس الامه لانه حضرتك ما فيش اي لائحه. اولا يا استاذ عادل كل اللي بيتكلم على لائحه 57 الكلام ده كلام مش مظبوط ومش دقيق 100%. اللائحه اصلا كانت لائحه سنه 1928. تمام. وديت راحت بيها قياده الكنيسه عشان كان في خلاف باثنين من الاساقفه، واحد اسمه الانبا يؤنس وواحد اسمه الانبا ماكاريوس. تمام. مجموعه العلمانيين عايزين الانبا ماكاريوس ده سنه 1928 حصل. ومجموعه قياده الكنيسه عايزه الانبا يؤنس، الاثنين اساقفه وما كانش من حقهم يخشوا الترشيح، اول مره اساقفه يخشوا الترشيح. الخلاف وصل لمجموعه من اللي في القصر الحاكم للملك، فالملك اوريدي حب يحل الخلاف، عمل لائحه تنظيميه، قال لهم انا هعمل لكم لائحه عشان تحلوا المشكله دي. فمن هنا بدات دخل الحكومه في اختيار الشخص. في الوقت ده ما كانش في قرعه هيكليه، بس كان في اختراع سري. وصلوا بالاختراع السري ان الانبا يؤنس اللي الحكومه عايزاه يوصل للقياده الكنسيه في هذا الوقت. وبناء على لائحه 28 جاء اثنين بطلقه بعد منه انتخبوا بهذا الشكل وكانوا من الاساقفه. جه تم تعديل اللائحه سنه 57، حصل خلاف صغير وعايزين ياخدوا موافقه من القياده المصريه لان في نظام جديد للحكم اللي هو بتاع جمال عبد الناصر بعد الثوره، فعدلوا جزء بسيط في اللائحه عشان خاطر اثيوبيا وقدروا يعملوا اللائحه وياخدوا عليها الموافقه من رئيس الجمهوريه مش من مجلس الشعب، لان اللوائح الداخليه للهيئات العامه والمؤسسات العامه تؤخذ عليها الموافقه من رئيس الجمهوريه وليس من مجلس الشعب او من مجلس الامه او كل اللي عايز يقول الكلام ده يقوله. الكلام دوت غير دقيق وغير صحيح. تمام. في نقطه اللائحه. ارجع مره ثانيه، الانتخابات بشكل عام زي ما حضرتك شفت في اي انتخابات في دول العالم بيجي مجموعه من الاشخاص 5 4 3 7 1 مش 1 اسف 2 يتم الاقتراع والتصويت على واحد زي ما حصل في انتخابات الرئاسه، زي ما بيحصل في اي انتخابات، انتخابات النوادي بقى انا بختار واحد من 5 مرشحين. ليه القياده الكنسيه حطت لازم تجيب 3؟ لان اللي هيحصل الاتي، ال 17 حضرتك بتتكلم عليهم دول هيتم استبعاد 10 منهم من الهيئه بتاعه الترشيحات اللي هي بيقودها مجموعه من الاساقفه ومجلس الاساقفه ومجموعه من الناس بالقيادات الكنسيه، هم اللي هيختاروا 7 من العشر لو هم 7 او مش 5. بعد كده هم بيدخلوهم السبعه اللي هيخشوا دولت، مين اللي داخل على اللائحه؟ داخل على القائمه، داخل فيها مجموعه من الرهبان ومجموعه من الاساقفه 10 او 7. انا ما هستبعد، هل هستبعد الاساقفه كلهم ولا هستبعد جزء من الاساقفه ولا جزء من الرهبان؟ ولما هستبعد هخلي بعض الاقطاب القياديه الكنسيه اللي هي عايزه تخش الترشيح،
فانا هخلي المجموعه دي. انا لما انتخب ثلاثه مش واحد يبقى انا اعطيت فرصه للاثنين اساقفه اللي بيتنازلوا على الكرسي المرقصي ان هم يخشوا في القرعه الهيكليه النهائيه، وفي الاخر بسيبها لربنا. لو معاهم واحد راهب ربنا يبارك، لو ثلاثه اساقفه يبقى ثلاثه اساقفه دخل. يبقى اذا انا عندي اللغط اللي حصل ان انا قلت اللائحه ما تتغيرش غير مجلس الشعب، الكلام ده غير دقيق لان اللائحه ترجع للرئيس المباشر الاعلى للهيئه وهو الاسقف او البطرق، والاعلى منه رئيس الجمهوريه اللي بيوافق على اللائحه واللي بيوافق على تعيين الاسقف بعد كده هو بطريرك. تاني حاجه الغلط اللغط اللي حصل والحاجه اللي غير دقيقه ان انا اختار ثلاثه، ودي اول سابقه تحصل ان انا اختار ثلاثه من الافراد اللي يكونوا موجودين. بعد كده لو انا قلت ما اقدرش المس لائحه 57، انا اوريدي عملت تغييرات في لائحه 57 لان انا اوريدي الكنيسه الارثوذكسيه لا بتاعه اثيوبيا اوريدي مش موجوده معانا لان خلاص انفصلت عننا وما بتمثلناش في المره دي، بس انا قلت خلاص هستبعد الكنيسه الاثيوبيه. يبقى اذا انا غيرت في اللائحه، انا ما اقدرش اعمل تغيير حتى لو بند واحد من اللائحه لو قلت انا ملتزم باللائحه الا غير اما ارجع للرئيس المباشر الا وهو رئيس الجمهوريه اللي يعتمد اي تغيير حصل في اللائحه. لا هو بالنسبه لاثيوبيا لانها انفصلت لأنها كانت كنيسة واحدة الأول أيام 57، لكن الآن هي كنيسة مستقلة عن الكنيسة المصرية. حضرتك اللائحة بتقول أفراد يجوا من الكنيسة الأثيوبية، وإذا أنا عملت تغيير في اللائحة أو لا؟ الحتة دي يعني هم معاهم الحق فيها، لأن الكنيسة الأثيوبية والكنيسة المصرية ليست كنيسة واحدة في الإدارة. الإدارة مختلفة. أنا بكلم حضرتك على الناحية القانونية، ماليش دعوة الكنيسة في الإدارة أو مش في الإدارة. في مجموعة خرجت، في حاجة خرجت من اللائحة اللي هو البند بتاع الكنيسه الاثيوبيه، يبقى اذا في بند سقط من اللائحه. يبقى انا لا وفي اقول في انا مستحدثات. طب ثانيه واحده استاذ جورج، ما في ابرشيات ما كانتش موجوده ايام 57 وبتمثل في الناخبين. انا لسه جاي لحضرتك في الكلام، اذا غيرت في اللائحه يبقى انا ما اقدرش اطلع واقول انا هاخد سبع لائحه 57 باخطائها وبعيوبها وبقراراتها وبصحها وبغلطها وهخش بيها في الانتخابات. بما اني قدرت اغير بند او اثنين او ثلاثه لازم ارجع اللائحه للقوانين والقواعد الارثوذكسيه. احنا عندنا اسقف كبير جدا من كاليفورنيا طلع اسمه الانبا سرابيوم ونزل بيان ومضى عليه هو وكل اسس الابروشيه بتاعته، وقال فيه انه لا يصح ان يدخل في الترشيحات اسقف ابروشيه، ولكن القياده الكنسيه قالت احنا ملتزمين بلائحه 57 بصحها وغطائها. لو احنا عندنا اسقف طلع على الهواء وقال ما ينفعش ان اسقف يخش في الانتخابات وجاب الاثبات على كده هوت، يبقى اذا اللائحه معيوبه. لو انا غيرت بند بتاع الكنيسه الاثيوبيه، لو انا غيرت بند بتاع الابروشيات وعدد الافراد اللي يخشوا، يبقى اذا انا اقدر اغير في اللائحه من غير موافقه رئيس الجمهوريه او من غير مجلس الشعب زي ما بيدعوا، يبقى انا اقدر اغير في كل البنود، يبقى انا اقدر اغير في اللائحه. لا يمنع القائم مقام اللي بيقال اسمه القائم. بس انا عايز اقول لك حاجه يا استاذ جورج، خلينا منطقيين شويه. هو تغيير اللائحه لما يبقى فيه قداسه بابا بيبقى التغيير اقوى واحسن، لما يكونش موجود ما برضه نفس يعني حضرتك ليك اعتراض، في برضه ناس ثانيه هيبقى ليها اعتراض يقول لك غيروا اللائحه ليه؟ ما هم عايزين يجيبوا حد معين عشان كده غيروا اللائحه. لا انا ما بغير اللائحه، اللائحه اصلا اتعملت ليه يا استاذ عادل؟ زي ما قلت لحضرتك كان في خلاف بعض الاشخاص عايزين يوصلوا سنه 1928 للكرسي المرقصي، اخترعوا مع الحاكم حاجه اسمها لائحه. ما كانش في حاجه لائحه قبل سنه 1928، ما كناش بنختار البطرق باللائحه. طب وايه ايه اضرار اللائحه؟ ما اللي انا عايز اشوفه يعني، هي اللائحه طبقت على قداسه البابا كيرولوس، البابا كيرولوس السادس، وعلى قداسه البابا شنوده، واعتقد ان ما فيش اعتراض على قداسه البابا كيرولوس او قداسه البابا شنوده. البابا شنوده ذات نفسه اعترض على اللائحه، البابا شنوده قبل سنه. اقصد ان اللائحه لم تاتي بحاجه غير مرغوب فيها، ده اللي انا عايز اقوله. لا 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 حضرتك، عشان اللي حصل ايه يا استاذ عادل؟ لمده 40 سنه ناس كتير قوي ما بتعرفش التاريخ او ما درستش التاريخ، فكل الشباب الموجود ايه حتى مجموعه كبيره من الاساقفه او الى اخره سنهم صغير ما عاصروش انتخاب البابا شنوده او البابا كرولوس، فما كانوش يعرفوا ان كان في اعتراضات كتيره حصل جدا 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 في لائحه 57 ولم يلتفت اليها، وكانت وصلت للمحاكم ووصلت للقصر الجمهوري، وبالتالي سنه 1928 كان في اختلافات واترفع قضايا. يبقى اذا في ناس كانت معترضه وفي ناس قالت الكلام ده مش صح. عندنا المتنيح ابونا بيشوي بتاع كنيسه ماري جيرج سبورتنج اول من اعترض على لائحه 57، وده قامه كبيره جدا في الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه، وانسان عاقل جدا وانسان مبارك جدا وكان بيعمل معجزات وما الى ذلك واعترض على اللائحه. عندنا شعب اسكندريه كله الان معترض، واسس اسكندريه بكل مجمعها معترض على هذه اللائحه ومش عايزين اسقف يجي للابروشيه. انا اقول لحضرتك الخلاف بتاعنا ايه يا استاذ عادل؟ مش بتاعي انا، بتاع الناس المعترضه كلها او الموافقه او المعترضه.
لان احنا بنقول ازاي ننتخب البطرق ولائحه انتخاب البطرق. لازم نرجع الامور لطبيعتها، مفيش حاجه اسمها انتخاب بطرق. ده انا بعين وبنتخب وبارشح وبارسم اسقف لبروشيه اسكندريه الخاليه. تمام. فانا برجع اقول يا ترى انتخب الاسقف دوت ازاي؟ اعينه ازاي؟ ارسمه ازاي؟ ارشحه ازاي؟ يبقى اسقف اسكندريه بيتم ترشيحه ورسمته زي اي اسقف عادي، زي باقي المحافظات او باقي الابروشيات. فانا بجيب اسقف اسكندريه، بعد كده اسقف اسكندريه حسب مجمع نقيه بتاع 324 او 524 حدد ان اسقف اسكندريه اقدم اسقف اكبر قامه يكون عنده روح الحب والمحبه والقوه والسلطان على باقي الأسقفة. فهو اسقف زيه زيهم، البطرك زيه زي اي اسقف، نفس الرتبه الكنسيه اسقف مستوي معاه في الاسقفيه، بس دي حق القامه العليا والتصليح ليهم او التعديل معاهم او المشوره الرجوع ليه في بعض الاحيان، لانه اسقف اقدم ابروشيه. يبقى البطرك اسقف الابروشيه، فبقى اسمه البابا والبطريرك، يبقى اسمه قداسه البابا شنوده الثالث على سبيل المثال، بابا و خد بال حضرتك وبطريرك الكرازه المرقسيه. يعني ايه بابا؟ يعني اسقف. يبقى انا الاول بعين اسقف زي ما كان بيحصل زمان، بيجيبوه من الصحراء يربطوه ويعملوه اسقف على مدينه اسكندريه وياخدوه لاقدم كنيسه موجوده هناك، الكنيسه المعمدانيه اسمها، وبعد ما بياخدوه بيرسموه بيصلوا عليه، بعد كده هو بيقعد يبقى اسمه بطريرك. وانا بشكرك على اللائحه التاريخيه، على الوجهه التاريخيه، وان رجوع كل حاجه لاصلها يمكن يحصل في اللوائح القادمه، لكن اعتقد احنا بنناقش لائحه 57 هي لم تاتي بحاجه مش مرغوب فيها، لكن يمكن عايزين الاحسن. انا معاك، وان اللي بعد كده الكنيسه المفروض انها تحط لائحه على حسب الطقس الكنسي اللي كان مستمر منذ 2000 سنه من ايام ماري مرقس الرسول حتى وقت قريب الى لائحه 28. لو في حاجه عايزه تتعدل برضو بالكنيسه ومن اساقفه الكنيسه والمسؤولين عن الرعايه في الكنيسه. معانا مداخله اخرى. الو مساء الخير. الو. ايوه مساء الخير يا فندم، نتعرف بحضرتك. مدام دميانه. اهلا مدام دميانه، اتفضلي. انا كنت عايزه ارد على الاستاذ جورج، اقول له اولا احنا عندنا صيام 3 ايام او طب ممكن تطفي التلفزيون او ايوه حاضر يعني اسمعينا من التلفزيون. ايوه انا معاك. كنت عايزه اقول له احنا عندنا صيام 3 ايام اول اكتوبر 1 و2 و3، وبدل ما نتكلم ونتعامل بالصوره البشعه اللي احنا بنتعامل فيها وناسيين ان دي اختيار الهي اولا، والبطرك مختار من قبل ما يتولد ان هو هيكون بطرك، وعمالين نقسم على الاسقفه والرهبان، نصلي اكتر ما نتكلم، وفي الصلاه والصوم الثلاث ايام دول ربنا هيختار اللي هو عايزه اللي هو وضعه من قبل بدء الخليقه. لكن خلاص نقطه الايمان بتاعنا باظت، كل حاجه بنتعامل بالسياسه زي الثوره، عايزين ثوره في الكنيسه. لا هو مش بالمعنى كده، هو كان يقصد ان احنا نرجع للطقس الكنسي اللي كان موجود قبل لائحه 28. معلش الطقس الكنسي اتغير عن طريق ما اتغيرش هو في اضافات. لا معلش، هو الطقس الكنسي لم يتغير، لكن حصلت بعض الاضافات، في معارضين وفي غير معارضين ليها، لكن هو في الاخر خالص سواء بلائحه 57 او باي لائحه تانية، هو القرعه الهيكليه زي ما حضرتك قلتي، وبالصلاه والصوم واعتكاف رجال الدين المسيحي، هم دول اللي بيجيبوا قداسه البابا القادم. الثلاثه اللي هم الثالوث عشان ما حدش يقول حطه ومش حطه وكده، وبعد كده الصلاه والقرعه اللي هيختارها. شكرا جزيلا للمداخله ونقطتك وصلت. هو مفيش حاجة ان احنا عايزين نخترع، لكن هو طبعا الصلاة والصوم هم زي ما بيقولوا الاهم اشياء في الموضوع، ودي يمكن صرح بيها نيافة الانبا بولا وقال اعتكاف وصلاة وصوم، لان علشان يطلب ارشاد ربنا في هذا الموضوع. نرجع تاني لسيادة المستشار استاذ ممدوح نخلة. سيادة المستشار ليك تعليق على المداخلتين، اتفضل. طبعا الحقيقة كل يعني مداخلة لها وجهتها، وانا يعني
استاذ جورج الكلام اللي قاله تاريخيا طبعا هو كلام مظبوط 100% ده صحيح، ولكن هو في 57 الماده الختاميه بتقول لا يجوز تغيير هذه الائحه اثناء وفاه البابا البطريرك، وبالتالي فالكنيسه ملتزمه بعدم تغيير اللائحه اثناء وفاه البابا وجود قائم مقام، ويمكن الماده دي وضعت خصيصا حتى لا يتم تفصيل اللائحه على احد الاشخاص بعد وفاه البابا، فعشان كده الكنيسه ما تقدرش تغير اللائحه في التوقيت بالذات لان اللائحه نفسها بتحكم عدم تغييرها اثناء وفاه البابا. الناحيه الثانيه بتاعت انفصال كنيسه اثيوبيا وازاي عدي تغيير اللائحه، ده كلام ربما يكون يعني شكليا مظبوط، ولكن دي ناحيه واقعيه، الكنيسه الاثيوبيه انفصلت فعلا، لما انا استبعدها مش لما انا بغير اللائحه ولكن انا بقرر واقع فعليا حدث. يعني هل انا استطيع ان اصمم على اللائحه واقول لازم حد يجي من الكنيسه الاسلوبيه وهي من الناحيه الواقعيه قد انفصلت في عام 75؟ فهذا شيء غير منطقي، وبالتالي عدم وجود الكنيسه الاسلوبيه لا يعتبر تغيير اللائحه ولكن يعتبر تقريرا امر واقع بالفعل حصل. ايضا اضافه لمرشيات المهجر، طبعا نظرا للتوسع الذي حدث في الكنيسه منذ عام 57 وحتى الان ووجود المرشيات الاخرى، اضطرت الكنيسه الى ان تضع مرشيات المهجر كمن ضمن هيئه الناخبين اصبحوا يمثلون مرشيات المهجر، وهذا لا يعد ايضا تغييرا للائحه، لان اللائحه نصت على المرشيات دون ان تسقط بالاسم، ما قالتش مثلا مرشيات اسكندريه واسيوط واسوان واسكندريه وبنسويك وحصلتهم، ولكن قالت مرشيات الكنيسه الموقوفيه، وبالتالي وضع في هيئه الناخبين ممثلين مرشيات المهجر وهو لا يعد ايضا تغييرا للائحه. يمكن للاخت اللي علاقه في الاخر وقت احنا بنصلي ونصوم، يعني اذا كان المساله هي مساله صلاه فقط لما كان هناك داعي لاجراء انتخابات. تمام. لا شك والمقصود من الانتخابات هو ان يشارك الشعب في اختيار رعيه ثم بعد ذلك تجرى لائحه، يعني هي حتى اطمئن الشعب ان الذي اختار ليس اراده معارضه فقط ولكن اراده شعبيه واراده الهيه معا. الاثنين مع بعض. لكن لو كان الامر مجرد يعني امر ديني فقط وبحت لما كان ينبغي اجراء انتخابات من الاساس ولا اجراء هيئه ناخبين وكل هذا الامور، وكان من الممكن ان يتم التعيين دون اي هذه الاجراءات، مجرد يعني يتم وضع شخص للصلاه عليه وخلاص الامر انتهى، ولكن هو المقصود هو الجمع بين الاثنين معا، ان يختار الشعب رعيه وان يتم هذا الاختيار تحت رعايه وارشاد الهي. انا بقول لحضرتك يمكن وجهه نظري ان تكون هيئه الناخبين ليس من الرجال العلمانيين ولكن من رجال الدين فقط جميع الكنائس الطقوسيه، لان هم قد يكونوا اكبر الناس على تحديد هذا الشخص الذي سيكون بابا الاسكندريه بطريرك الكنيسه المرقوصيه اكثر من هيئه الناخبين، لان هيئه الناخبين طبعا هناك من بين 3500 شخص من لا يعرفون الكنيسه اصلا ومن لم يذهبون اليها، ولكن اختارت فيه شروط انه مثلا حصل على الراهي العالي وانه يتبع بلد معينه وانه رئيس صحيفه. ده بقوه الاختيار لابد ان يكون هيئه الناخبين بغض النظر عن انتمائه الفعلي للكنيسه من عدمه، طالما انك عضو مجلس الشعب السابق او الحالي او رئيس صحيفه او رئيس احدى الجمعيات القبطيه او انك وزيرا سابقا او حاليا، فانك بقوه القانون ان تعود في هيئه الناخبين، وربما يكون هؤلاء لا يعلمون عن الكنيسه شيئا. فعشان كده بقول لحضرتك وده منصب حساس جدا عند اللائحه الجديده ان شاء الله، ان هيئه الناخبين تتكون من جميع رجال الدين رهبانا وتصاوفها وقناصها واساقفه، كل من ينتمي الى الطائفه القبطيه يكون عضو في هيئه الناخبين، ولا يكون من بينهم العلمانيين، لان يعني زي الفاتيكان بتنتخب بنفس الطريقه، ان مجمع القرابيله هو فقط وحده صاحب السلطه العليا في انتخاب البابا الكاثوليكي. تمام. وفي سؤال هنا بيطرح نفسه، هل لو في هيئه سياسيه بتمثل الاقباط من المدنيين اللي هم مش ما يكونوش كهنه او ككنيسه، يعني بيمثلوا الاقباط سياسيا بانتخاب حتى ولو انتخاب للاقباط بس على اساس ان هو مجلس ملي او مجلس هيئه سياسيه عليا، المفروض ان ده تبقى حاجه موجوده. لو دي موجوده كان هيحصل الجدل الدائر على لائحه 57 او خلافه؟ ما اعتقدش طبعا، يعني لو في حاجه زي كده مجلس في الحقيقه ده كان موجود في فتره ما قبل ثوره 52. تمام. كان هناك مجلس ملية قويا علمانيا كلهم من البكوات والبشوات الذين بالفعل يمثلون الاقباط
تمثيلا خصوصيا ويعبروا عن مطالب الاخبار بدقه كبيره وقدر اين يعني طولات وجولات بطرس غير مكرم عبيد ورئيس الوهبه ابراهيم باشا وكل هؤلاء العظام الذين كانوا في فتره العشرينات والثلاثينات حتى مطلع الخمسينات كانوا بالفعل احباطا بالفعل لهم نفوذ قوي لدى الدوله وفي ذات الوقت لهم ثقه قبطي ويعبرون عن مشاكل الاخبار. نستطيع ان اقول لحضرتك انت في فتره الثلاثينات والاربعينات عدد الناس الذي بني فيها هذه الحقبه والذي ما بني خلال 2000 عام من عمر الكارثه الطبيه. يعني بعد دخول العرب وحتى سنه 1920 الكارثه التي بنيت في هذه الفتره خلال ال 1000 سنه دي تقريبا او 1300 سنه لو قارناها بالكنائس اللي بنيت في ثلاثينات الاربعينات وبدايه الخمسينات هنلاقي تقريبا عدد الكنائس دوت لانه كانوا رجال بس يبنوا على يعني على نفقاتهم الخاصه هذه الكنائس واوقفوا الاف الافدنه من اجود الاراضي على الكنائس وفي ذات الوقت لم يتخلوا عن دورهم الوطني والسياسي. احنا نتمنى ان يرجع لنا مجلس مجلس قوي كما كان في هذه الحقبه واستطيع ان اؤكد لو عاد هذا المجلس المجلس القوي وان كان موجود في فتره الثلاثينات والاربعينات ما نقع في هذه المشاكل زي ما حضرتك بتفضل تقول. سؤال بيفرض نفسه المسيحيين او الاقباط اللي ممثلين في اللجنه الاختيار اللي عمل الدستور هل هم كافيين وهل هم فعلا ممثلين الكنيسه فقط ولا في مدنيين او علمانيين؟ عشان كلمه علمانيين بس انا متحفظ عليها شويه لانها بتتفهم غلط فبقول لهم مدنيين ما هماش من رجال الكهنوت موجودين في الدستور. وهل ان لو حصل حاجه ضد الاقباط كافيين للردع او لانه حق الفيتو عليه؟ كل ده مهم في الاونه اللي جايه. حضرتك شايف الموضوع ده ازاي؟ الحقيقه ان المجلس اللجنه التاسيسيه لوضع الدستور لا يوجد بها 50 مشترك لاقباط ولكن يوجد بها يعني اسقف واحد وبعض المدنيين من الاقباط لا يمثلون فعل الاقباط وليس لهم اي تاثير يذكر لانهم لم يستطيعوا ابدا تعديل الماده الثانيه او حتى الاعتراض عليها، لم يستطيعوا ابدا تعديل ماده الزكاه، حتى الان هم لا يملكون الحق الاعتراض على لفظ السياده لله المخصوص عليها في الماده الثالثه ولكن بالفعل تم تمريرها. ايضا هناك جدل الدائر حول مراقبه ميزانيه الكنيسه والتي استطاعت الاعضاء السياسيين في لجنه الدستور وضعها ولم يتم الاعتراض عليها من جانب هؤلاء الاخبار او حتى ان اعترضوا فصوتهم ضعيف وغير مسموع وبالتالي كان شايف انه تمثيل غير مشرف على الاطلاق ويجب يعني حل هذه اللجنه فورا واستبدالها بلجنه وطنيه اخرى حتى وان لم يكن فيها ولا قبطي. انا يعني ما عنديش مشكله بس فيها القبطي من المسلمين ولكن يكونوا من المسلمين الذين يعبروا عن فئات الشعب المصري كله وكافه عناصره وكافه طوائفه السياسيه وبالتالي لن نجد ماده تقول مثلا ان الاقباط تدفع زكاه لبيت المال وان يستفيدون لا يستفيدون من ذلك، لا نجد ماده تقول ان الدوله تراقب ميزانيه الكنيسه، لا نجد ماده تقول السياده لله لما يدعون كل هذه الامور. اعتقد لو هناك تفكير حقيقي لهذه اللجنه ما راينا مثل هذه الصراعات الموجوده. تمام. بيؤكد رئيس جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مرسي على أن الدولة مصر ليست دولة عسكرية ولا دينية. حضرتك شايف التصريح ده في وجه الزخم اللي حتى الفن بيحارب من خلال بعض الشيوخ وأيضا الزي الرسمي للمحافظين بقى الجلابية البيضاء، يعني حضرتك شايف الإعلان من قبل رئيس الدولة أن الدولة مدنية ومدنية الدولة هل هي في الاعتراض على الفن والموسيقى واعتراض على النواحي الاجتماعية اللي كلنا متفقين على أن المفروض ما نحكمش عليها بالأحكام الدينية المطلقة لأن الحكم الديني المطلق ده بيبقى فيه كوارث، وأيضا المظهر للمحافظ اللي نازل بجلابية واعتبارها زيا رسميا مع إعلان رئيس الدولة بيقول إنها دولة مدنية، هل المدنية في لبس الجلابية والتمسك بإن هو الراجل مش رايح يؤدي إدارة للمحافظة ده رايح يهدي الناس أو
يعلمهم الدين، مش يعني مش فاهم هو كان نازل يعمل ايه. حضرتك ممكن تقول لنا المفارقة في ما يعلنه رئيس الدولة وما يظهره الإعلام في كل سواء الإعلام المصري أو الخارجي؟ نعم، شو معبرت احنا تعلمنا في كلية الحقوق ان الدول بتنقسم الى يعني دول دينية وعكسها دول مدنية، وعكسها عسكرية وعكسها دول ديمقراطية. وهم بيتفسروا ان الدولة المدنية هي غير عسكرية، وهذا غير صحيح، لان عكس المدنية ليس عسكرية، عكس المدنية الدولة الدينية هي عكس الدولة المدنية، هي عكسها تماما الدولة الدينية. اما الدولة العسكرية فعكسها الدولة الديمقراطية الحرة المنتخبة. وبالتالي فمصر الان هي بالفعل دولة عسكرية وليست ايضا دولة دينية مدنية، ولكنها بهذا الشكل هي دولة دينية لها كافة مقومات الدولة الدينية. اذا كان رئيس الجمهورية يلقي خطبه من داخل المسجد وليس من البرلمان فده دليل على ان الدولة دينية. اذا كان المحافظ يرتدي البدلة التي يرتديها كافة المصريين والبدلة المتعارف عليها جزئي رسمي تعلمناه في كلية الحقوق، وعندما كنا نقدم مسابقة في سلاء النيابة كان يتعين علينا الحضور بالبدلة كاملة وبالضبط وبحلق الذقن، وهذه شروط التقدم لامتحان القضاء وامتحان وكلاء النيابة. لا يجوز ابدا اذا كنت قدمت هذا الامتحان ان تسكت بدون البدله الرسميه والكرافطه وزقنك محلوقه، وايضا عند تحنه اليمين القانونيه امام نقابه المحامين لابد ان تكون البدله الرسميه. اذا هذا هو اللبس الرسمي، وايضا في سلك الدبلوماسي والقنصلي لا يجوز لحظه التقدم لهذا السلك الدبلوماسي والقنصلي او الامتحان فيه شفوي الا وانك ترتدي البدله كامله وبالكرافطه كامله. اما انك ترتدي جلبابا وانت محافظا فهذا يدل على انك عدت بمصر الى دوله دينيه ودوله بدائيه تعود الى القرن السابع والقرن الثامن الميلادي. ومن ثم فان التصدق بان مصر دوله مدنيه هذا ليس صحيح لانهم يعنون بالمدنيه عكس العسكريه، وهذا الكلام ما من نتعلمه في كليات الحقوق. الدوله المدنيه هي عكس الدوله الدينيه. أما الدولة العسكرية بعدها الدولة الديمقراطية. تمام. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. بنشكر الاستاذ ممدوح نخلة، سيادة المستشار ممدوح نخلة، رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان على المداخلات الرائعة في حوار ورسالة. أعزائي المشاهدين بنشكركم على متابعتكم للبرنامج، وإلى أن نلتقي الأسبوع القادم لكم من قناة الكوبتسات أحلى الأمنيات بالسعادة. We'll be right back.